ايه اللي بيستخدم ال human traits for reasoning عشان يفكر problem solving، يحل المشاكل and perform tasks ويحل المشاكل او المهام اللي بتقابله؟ AI. ال AI human traits يعني بيحاكي العقل البشري او بيحاكي فكر الانسان. تمام، يلا number two. Are examples of technological research tools. ثانية. Search engine. لا، فكر تاني كده في السؤال واقرا الإجابات كلها. علشان تاخد قرار في شراء حاجة مثلا، فأنت بتتبع كذا طريقة كذا طول علشان توصل للقرار ده. كومباريزون، اونلاين ريفيوز. عندك كومباريزون ويب سايتس، عندك سيرش كومباريزون ويب سايتس اللي هي المواقع المقارنة، السيرش انجنز محركات البحث، اونلاين ريفيوز انك تعرف تقييمات اونلاين، ولا all the previous. اونلاين ريفيوز. لا، الاجابه يا عبد الرحمن all the previous. كل الحاجات دي بتساعدني ان انا اخد قرار في الشراء، ان انا اعمل دي كلها تولز عشان اخد قرار واقارن بين كل المنتجات، سواء في الكومبارزون ويب سايتس او في السيرش تولز، برضو اقدر اعرف معلومات عن المنتج اللي انا بشتريه، او الاونلاين ريفيوز برضو التقييمات اللي بتبقى موجودة على الموقع نفسه. كل ده بيساعدني ان انا اوصل لقرار، فيعتبر كل دي من الايه، من السيرش تولز. تمام، يبقى الاجابة ايه يا عبد الرحمن؟ all the previous. تمام، يلا اللي بعده نمبر 3. Is the ethical principle that suggests that AI tools should help society؟ مش فاهم. طيب بيقول لك is the ethical principle، ده واحد من الأخلاقيات ال principles الأساسية. ده suggests that AI tools، اللي بتقول لي إن ال AI tools اللي أنت بتعملها دي، التول اللي أنت بتصممها بالذكاء الاصطناعي، لازم تهلب السوشيتي، يعني لازم تخدم المجتمع. إن هي تبقى إيه؟ be inclusive، be unbiased، be beneficial، ولا بي ترانسبيرنت؟ بي بنفش. قلت ايه يا عبد الرحمن؟ فكر. سي سي يمس. بي بنفشيال، صح يا عبد الرحمن، بي بنفشيال ان هي لازم تكون ليها فايدة عامة للمجتمع. اوكي يا عبد الرحمن، تمام، برافو عليك. يلا اللي بعدها نمبر 4. Typing equal induction. لما تكون Formula. نعم Formula. فورميول. تمام، يلا نمبر 5. In PowerPoint, you can upload from your photo album using tab. قلنا لما نبقى عندنا اي صورة وعايزين نعمل لها ادخال في البوم او في اي برنامج انا شغال عليه، بعمل لها ادخال من ايه، من التاب اللي اسمه ايه، فايل. لا انسرت تقريبا. insert، اي حاجة بعمل لها ادخال او ادراج بدخلها من التاب بتاع الانسرت. اوكي يا حبيبي، يلا نمبر 6. Are real-time communication tools. يعني ايه؟ مش فاهم برضه.
are a real time communication tool، يعني tool بتحصل في الريل تايم، يعني بتحصل في نفس الوقت. ايه من دول تعتبر synchronous، يعني بتحصل في نفس الوقت. الفيديو شات زي انا وانت دلوقتي كده، ولا لايف تي في شو، البرامج اللي بتبقى لايف في التلفزيون، ولا الانستانت شات رومز، ولا رسائل الدردشة الفورية، ولا كل اورال، all of them. كل دول امثلة على السينكرونس او الريل تايم كوميونيكيشن اللي بيبقى فيها رد فوري في نفس الوقت. تمام، كمل. يلا نمبر 7. is are comments that are provided in sentences for writing computer programs. programming language. البروجرامينج لانجويج ده تعريف لغة البرمجة، عبارة عن كومنتس، عبارة عن أوامر that are provided in sentences، بديها في شكل جمل for writing computer program، عشان أكتب برنامج على الكمبيوتر. أوكي، يلا نمبر 8. Tool in Jump allows to correct flaws in a photo blending. لا، لو انت عندك مشكلة او عيب معين مثلا وانت عايز تعمله كوركت في برنامج الجيم، بتعمله بالخاصية او بالطول اللي اسمها ايه؟ بلندنج بيعمل دمج. لو انا عايز اعمل كوركت AMS ايه؟ ريتاتشنج. ريتاتشنج يعني بقى ايه؟ بعمل اعادة للرسمة تاني بشكل صحيح. يلا نمبر 9. Without an OS, a computer will become من غير الاوبريتنج سيستم الكمبيوتر هيبقى ايه؟ نعم، useless. useless، يعني عديم الفايدة. تمام، يلا نمبر 10. Messaging services like WhatsApp use them. الرسائل زي الواتساب تستخدم ايه؟ إنترنت. uses the internet. تمام، يلا كمل. If you download a new front, you need to use لو انت بتنزل فونت جديد، خط جديد، هتحتاج ايه علشان تنزله؟ device manager. لا File Explorer. لا يا عبد الرحمن، اقرا الاجابات كلها تاني. انت نزلت خلاص، انت if you download a new font، انت نزلت دلوقتي خلاص فونت جديد، وانت محتاج انك تحمله بقى تشغله على الجهاز عندك. بتروح على ايه عشان تفتحها وتدخل على الخطوط وتبدأ تعمل للخط ده انستولينج؟ كنترول بانل. من الكنترول بانل. تمام، ماشي، يلا. PowerPoint is a useful tool for ثانية. الباوربوينت ده تول مفيدة عشان تعمل ايه؟ شير انفورميشن، تشارك المعلومات، كرييتنج فيجوالز، تعمل حاجة مرئية الناس تشوفها، بوث A and B ولا نون؟ بس اند بي بوث A and B، تقدر تشير المعلومة بيه وفي نفس الوقت تقدر تعمل تكريت او تنشئ حاجة فيجوال، حاجة مرئية الناس تتفرج عليها. ماشي، تمام. نمبر 13. ان بار بوينت يو كان كاستمايز يور اون سلايد سايز اندر ذا
design tab. MS في الديزاين تاب. اوكي نمبر 14. sources of information which a student can potentially learn from. learn from. potentially يعني عندك احتمالية ان التلاميذ ال students بتوعك ان هم يتعلموا منها. ايه هي ال sources دي؟ ايه هي مصادر المعلومات اللي ممكن التلاميذ يتعلموا منها؟ educational service providers. educational service providers. تمام، برافو عليك. يلا نمبر 15. AI AI depends on algorithm algorithm. قلنا السؤال ده قبل كده، قلنا عليه مهم، بيتكرر كتير في الامتحانات. الـ AI بتعتمد على ايه علشان تحل المشاكل وتاخد decision making وتاخد قرار؟ بتعتمد على الـ algorithm. تمام يا عبد الرحمن، كويس. يلا اللي بعده. How can you prevent accidental file deletion؟ مش فاهم. يا مس
عبد الرحمن معايا؟ عبد الرحمن نعم يا باشا. معلش يا حبيبي، بعتذر بس النور قطع ودخلت تاني. تمام. طيب يا حبيبي يلا نكمل، افتح لك الشيلينج حالا اهو. انا مش فاهم السؤال ده، انا قرأته ومش فاهم. احنا كنا فين؟ في نمبر كام؟ اول سؤال في الاولى. الفرص. حاضر هقراه لك حالا. طيب بيقول لي how can you prevent accidental file deletion، ازاي تتجنب ان يحصل مسح مفاجئ للفايلات اللي عندك؟ ماشي، تتجنب كده ازاي انك تعمل ديليت للفايلز ريجيرلي، ان انت اللي تمسحها بانتظام، ولا رينيم فايلز تعمل لها اعاده تسميه، ولا ريجولرلي باك اب يور امبورتنت انفورميشن، دايما تعمل باك اب يعني يبقى عندك نسخه احتياطيه من الامبورتنت فايلز، ولا اجنور ذا ايشو، ولا تتجاهل الموضوع اصلا وتسيب اللي يتمسح يتمسح. سي سي، انك دايما يكون عندك باك اب نسخه احتياطيه من الفايلز اللي عندك. اوكي يلا نمبر 17. is content that remains the same every user who visits the website. الكونتنت المحتوى بتاعها remains the same، بيفضل زي ما هو كل مرة اليوزر بيعمل فيزيت للويب سايت. ده نوع الصفحة دي ايه اللي بتفضل the same، المحتوى بتاعها مش بيتغير. استاتيك. تمام يلا اتنين. ذا مين goal of Alloy is to، شركة Alloy اللي باسمها اندهار أسستها، كان ايه الجول بتاعها، ايه الهدف منها؟ ريبير إلكت لا سوري على مهلك، اقرا بالراحة. manufacture electric mini buses، ان هي بتصنع اصلا العربيات دي، ولا بتعمل لها تل بتبيعها، ولا provide loans، ولا بتدي قروض، ولا ريبير سي بتصلحها. سي، بروفايد لونز، بتدي قروض علشان السيدات تبدأ انها تشتري ايه، الالكتريك ميني باصز. ماشي يلا 19. ذا بوسن ذا بوسن بزنس، ذا ذا بزنس بوسن اونر، سبنس ذا ديجيتال توكن ويز ذا بنك. البيزنس اونر كان بيصرف الديجيتال توكنز دي مع مين، لمين؟ البنك ملوش علاقة بالموضوع خالص يا عبد الرحمن، الموضوع كله ديجيتال. ماشي، يبقى السيلر انهي سيلر فيهم، ايه ولا بي؟ ده اني سيلر، اي سيلر كده يروح يتعامل معاه، ولا ان ابروفد سيلر، ولا سيلرز معينة انا يبقى ابروف متوافق عليه. كله والواحد واثق فيه يعني. اه بالظبط، برافو عليك، ان ابروف ذا سيلرز. تمام يلا 20. فلوت شارت ان باوربوينت الستريت الفلوت شارت اللي انا بستخدمها في الباوربوينت دي بتوضح لي ايه؟ نعم، serious step. A series of steps، بتوضح لي مجموعة من الخطوات. تمام 21. In Excel, the sort data you can need to go the toolbar and choose Sanya. برنامج الاكسل عشان تعمل سورتنج للداتا، ترتيب للداتا،
بتروح على التول بار وبتختار ايه؟ الإجابة في السؤال داتا. داتا، تختار داتا. مايكروسوفت باوربوينت is a part of أدوب سوت. أدوبي مايكروسوفت باور بوينت ده من الحزمة بتاعت برنامج الايه ثاني هم اوف الصوت. الاوفيس طبعا يا عبد الرحمن. ماشي يلا 23. مش يعني ايه ادوبي دي اصلا؟ أدوبي ده شركة زي شركة مايكروسوفت كده، بتقدم مجموعة من البرامج برضه، بس مش البرامج بتاعت الباوربوينت والوورد والكلام ده. ماركت فور buying and selling stocks is called stock exchange. شفت؟ ماشي ها؟ عبد الرحمن سامعني؟ stock exchange. A market for buying and selling ده طبعا البورصة الستوك اكسشينج. تمام جيمب از ا برنامج الجيمب ده يعتبر برنامج سورس بتاعه ايه؟ امبلوم نعم كلوز. كلوز. لا ماشي برنامج ايه؟ اوبس. اوبن، اوبن سورس يعني مفتوح المصدر. ماشي يلا نمبر 25. Once you are in the meet, you should approve. ابرو لازم طبعا تشغل الايه المايكروفون والكاميرا. The طيب web content changes based on user interaction is called change يعني بيتغير، يبقى الكونتنت بتاعه ايه dynamic. دايناميك. تمام ماشي يلا 27. Microsoft Word provides formatting tools to all of them. المايكروسوفت وورد بيديك فورماتنج تولز، الفورماتنج تولز بتعمل بيهم ايه؟ all of them تقدر تعمل بيها كل الكلام ده. add bold and italicized words تحط كلمات تكون عريضة، set up heading وتحط عناوين، و create tables وتعمل كمان جدول، يبقى all of them. تمام يلا 28. مسز من اندهار When you open any office program اللي فوقيها from يا عبد الرحمن لسه تقولني ايه؟ Mrs. Malandhar studied robotics as they لا all of them all of them. درست كل الكلام ده، درست روبوتكس وانجينيرينج واي اي كل الكلام ده في جامعة سنجولاريتي في وكالة ناس. تمام يلا 29. When you open any office program, the new front will be available in the file menu. لا تاني، when you open any office program لما بتيجي تفتح اي برنامج تبع البندل بتاعت الاوفيس the new font will be available in the اي خط انت خلاص حملته وعملت له انستولينج من الكنترول بانل هتلاقيه موجود فين بقى؟ في برنامج الاوفيس ده. هوم تاب هوم تاب ايه مش سامعه؟ هوم تاب لا يا عبد الرحمن الموضوع له علاقة بالإيه يا عبد الرحمن؟ بيتكلم على النيو فونت. ها الإجابة سهلة جدا وليها علاقة بالسؤال. ماشي فرونت دروب داون مني بالظبط فونت دروب داون منيو، المنيو اللي بتطلع وبتنزل الدروب داون منيو اللي بيبقى فيها أنواع الفايلز بتاعتي هلاقي اتضاف فيها الفونت الجديد اللي أنا لسه عامله ده والجديد. تمام فهمت السؤال؟ طب ايه الفرق ما بين
أو ما ما بين بين ايه؟ فايل منيو، ما بين ايه؟ الفايل منيو، فايل منيو. لا، الفايل منيو ده اللي بتعمل منه سيف مثلا، اللي بتعمل منه انسرت لصورة جديدة، ده بيبقى فيه تولز تانية. لكن الفونت دروب داون منيو دي منيو بيبقى فيها الفونتس بس، كل الفونتس الموجودة عندك او اللي انت لسه منزلها هتلاقيها موجودة فيه. تمام، تمام. ماشي، يلا سيرتي. Flowchart chart be used for all of them. بتستخدم الفلوت شارت عشان تعمل ايه بالنسبه للبروجكت بتاعك؟ تعمل فيجواليزنج، بلاننج، وبريزنتنج، كل ده صح. تمام يا عبد الرحمن، برافو عليك. ماشي. يلا 31. يلا يا عبد الرحمن اقرا. A teacher may have serious database that include student information such. سكيور داتابيز، سكيور يعني عنده داتابيز مؤمنة بيبقى فيها انفورميشن عن الستودنتس. الانفورميشن دي ممكن تكون في شكل ايه؟ A and B. A and B، both A and B. ماشي، يلا نمبر 32. Educational service providers may include educational publishing sites. لا، اقرا الاجابات كلها كده. الاي اس بي المصادر الاديوكيشنال اللي بتديك معلومه، ممكن تكون في شكل ايه؟ All of them. all of them، الاونلاين ميوزيومز المتاحف الالكترونيه، اللايبريز المكاتب، وكمان السايتس الاديوكيشنال السايتس التعليميه، كل دي اكزامبلز للاي اس بي اللي ممكن تاخد منها ايه انفورميشن. طيب يلا كمل. Consumers consumers use compare to product. compare product، بيستخدموا ايه من دول عشان يعملوا compare، مقارنة بين البرودكتس المختلفة؟ Comparison of sites. طبعا comparison of sites، الايه، المواقع، مواقع المقارنة. تمام، طب ممكن يمس من على جوجل عادي. ممكن من على جوجل، بس انت لما تدخل من على جوجل هيدخلك اصلا على الكومبارزون ويب سايت. مش انت حتى لو بتعمل سيرش هيدخلك على المواقع دي اول حاجة تقارن من عليها المنتجات. تمام. يلا جيمب كان بي يوست تو برنامج الجيمب ممكن تشغله على الاوبريتنج ويندوز سيستم او وماك. ويندوز وماك ويندوز وماك، بوس اي ام بي. تمام، برافو عليك. يلا during your video conference you should ثانية turn off. لا ثانية، على مهلك. يعني ايه يا مس انجور؟ اجنور، اجنور يعني تتجاهل، اجنور ذا بارتيسيبانتس يعني تتجاهل المشاركين اللي معاك. يبقى بي بي، دريس ابروبريتلي اند سمايل، تلبس بطريقة مناسبة وكمان تبتسم أثناء الفيديو كونفرنس. ماشي يلا 36. You can insert flowchart PowerPoint via insert then click ثانية. علشان تعمل انسرت الفلوت شارت، chart. لا يا عبد الرحمن، انسرت تاب وبعد كده بنختار ايه؟ بيكتش لا، بنختار وورد ارت، دي تعتبر من الرسومات الذكيه اللي بتبقى عندك جوه الايه، جوه البرنامج. الوورد ارت بيبقى من ضمنها الفلوت شارت.
تمام. business تمام. business may have similar databases for keeping track of customer information. ها لا يا عبد الرحمن اقرا تاني. A business may have similar database for keeping track of البيزنس. ممكن يعمل database كده عشان يحفظ بعض البيانات، ده لو بيزنس. هيعمل بيزنس عشان يحفظ بيانات مين؟ ايه ايه؟ employees information، الموظفين بتوعه، الناس اللي شغالة معاك في البيزنس هيحتفظ بالبيانات بتاعتك. يلا ايه الوي. بقى ايه الالوي دي طبعا فينتش كومباني، يعني شركة مالية. تمام يلا 39. messages sent via WhatsApp are ها open. open. قصدي لا لا بابلي لا برضه، الرسائل اللي بتتبعت على الواتساب، قلنا من مميزات الواتساب ان الرسائل اللي بتتبعت عليه بتكون ايه؟ مشفرة مشفرة، اللي هي ايه؟ encrypted. انكريبت. تمام يلا كمل. most laptops and computers preloaded with معظم الكمبيوترز بتكون بريلودد، يعني محمل عليها ايه مسبقا؟ اوبريتنج سيستم، بيبقى محمل عليها او اس من النوع ايه، تبقى جايه جاهز كده بيها ويندوز بالويندوز. ماشي يلا. all the following are ديسكريشن. specification for Egypt's first electric car except ما عدا، خلي بالك من اكسبت، يعني كل الحاجات دي بتنطبق على السيارة المصرية اللي هتعملها maximum مصر speed is 120 kilometers an hour. بالظبط. ان السرعة بتاعتها هتكون 120، لا احنا قلنا السرعة بتاعتها مش هتعدي كام، 60 60 بالظبط، 60 كيلومتر، كيلومتر بير ايه، بير اور. ماشي يلا 42. These are examples of ESP. بوس A and B. بص A and B، Alexandria Library وال EKB دول examples على ايه، ال ESP اللي هم الناس اللي بتقدم خدمات تعليمية او المواقع اللي بتقدم خدمات تعليمية. ماشي يلا. Smartphone tab are Use used AI to to الثيرموستات بتعمل ايه؟ regulate temperature. تمام برافو عليك. اوكي يلا 44. Comparison websites compare products based on بيعملوا comparison price based على ايه؟ والكواليتي. البرايس والكواليتي ال price وال quality، يبقى both A and B. ماشي يلا 45. stores a large amount of information in a computer system database. الداتابيس. تمام You can not to images using blending features in GIMP. كوبي ركز. using blending feature. ماشي ثاني. is separate بلندنج يعني ايه يا عبد الرحمن؟ يضغط بلندنج يعني دمج، يعني تدمج اكتر من صورة مع بعض، تبقى ايه، كومبون كومباين. تقدر انك تدمج اكتر من صورة، تجمعهم مع بعض باستخدام الايه، البلندنج فيتشر،
باستخدام خاصية الدمج في برنامج الجيم. يلا كمل. ثانية. When you aren't speaking in an online meeting, it is recommended to تعمل ايه في المايك؟ لو انت aren't speaking مش بتتكلم هتعمل ايه للمايك؟ ميوت. هتعمل له ميوت. ايه؟ يلا 48. Mobile passengers can pay for their rides بيدفعوا ازاي؟ digital tokens or mobile wallets. تمام، برافو عليك. يبقى بوث A and B. ماشي يلا 14. messaging services are compatible with compatible with ها بيشتغل Android على ايه؟ and ها iOS. الاندرويد. تمام، A and B برضه. تمام يلا 50، آخر سؤال. يبقى احنا كده حلينا 50 سؤال، عشان المرة الجاية نكمل. ماشي تمام. The financial 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 transaction are sent as. بعد ما بتعمل transaction مالي financial بيتبعت لك في شكل ايه؟ SMS. SMS. تمام، كويس يا عبد الرحمن. تمام، ممتاز يا حبيبي، برافو عليك. طيب احنا كده زي ما قلت لك حلينا النهارده كده 50 سؤال، والمره الجايه ان شاء الله هنكمل. لو عايز تطبع الورق ده ويبقى معاك براحتك، عايز يبقى معاك سوفت كوبي على الموبايل براحتك برضه، اللي يريح. اوكي حبيبي، عندك اي استفسار؟ شكرا. في حاجه صعبه النهارده؟ اسئله قابلتك صعبه ولا كله تمام؟ انا شايفاك تمام ما شاء الله عليك. شكرا. اوكي يا حبيبي، اشوفك الاسبوع الجاي على خير ان شاء الله. باي لا باي، مع السلامة.